من سفر الجامعة. باطل الأباطيل. يقول الجامعة باطل الأباطيل: كل شيء باطل، أي فائدة للإنسان من كل تعبه الذي يعانيه تحت الشمس؟ جيل يمضي وجيل يأتي، والأرض قائمة أبد الدهور، والشمس تشرق والشمس تغرب ثم تسرع إلى مكانها ومنه تطلع. تذهب الريح إلى الجنوب وتدور إلى الشمال، تدور وتدور ذاهبة ثم إلى مدارها تعود. جميع الأنهار تجري إلى البحر، والبحر ليس بملآن، ثم إلى المكان الذي جرت منه الأنهار، هناك تعود فتجري أيضا. جميع الأموال تعي فلا يستطيع الإنسان الكلام، لا تشبع العين من النظر ولا تمتلئ الأذن من السماع. ما كان فهو الذي سيكون، وما صنع فهو الذي سيصنع، فليس تحت الشمس شيء جديد. رب أمر يقال فيه: انظر هذا جديد، بل قد كان في الدهور التي كانت قبلنا. ليس من ذكر لما سبق، ولا من ذكر لما سيكون عند الذين يأتون من بعد. كلام الرب. من رسالة القديس بولس إلى أهل روميا: فأحسكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي بصلواتكم التي ترفعونها لله من أجلي، لأنجو من غير المؤمنين الذين في اليهودية، ولتكون خدمتي لأورشليم مقبولة عند القديسين. فأقدم إليكم فرحاً وآخذ عندكم قسطاً من الراحة إن شاء الله. فليكن إله السلام معكم أجمعين، آمين. أوصيكم بأختنا فيبة، شماسة كنيسة قنخرية، فتقبلوها في الرب قبولاً جديراً بالقديسين، وإسعفوها في كل ما تحتاج إليه منكم، فقد حمت كثيراً من الإخوة وحمتني أنا أيضاً. سلموا على بريسقة وأقيلة معاوني في المسيح يسوع، فقد عرضا للضرب عنقيهما لينقذ حياتي، ولست أنا وحدي عارفا لهما الجميع، بل كنائس الوثنيين كلها لتعرفه أيضا. وسلموا أيضا على الكنيسة التي تجتمع في بيتها. سلموا على حبيبي أبينيتوس باكورة آسيا للمسيح. سلموا على مريم التي أجهدت نفسها كثيرا في سبيلكم. كلام الرب. من إنجيل القديس متى: عندئذ يكون مثل ملكوت السماوات كمثل 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، 5 منهن جاهلات و5 عاقلات. فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما العاقلات فأخذن مع مصابيحهن زيتا في آنية. وأبطأ العريس فنعسنا جميعا ونمنا، وعند نصف الليل على الصياح هوذا العريس فخرجنا للقائه. فقام أولئك العذارى جميعا وهيأنا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للعاقلات: أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت العاقلات: لعله غير كاف لنا ولكن، فالأولى أن تذهبن إلى الباعة وتشترين لكن. وبينما هن ذاهبات ليشترين وصل العريس، فدخلت معه المستعدات إلى ردهة العرس وأغلق الباب. وجاءت آخر الأمر سائر العذارى فقلنا: يا رب يا رب افتح لنا. فأجاب: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة. المجد لله دائماً.